ومشاهدين الحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفنا مدرب الوعي حيدر نادر. أهلا وسهلا بك، مساء الخير. أهلا وسهلا. يا مساء النور، يا أهلا وسهلا. أهلا بك وحياك الله. بداية أنا حابة أعرف من عندك مفهوم بشكل أوضح ومختصر عن قانون الانعكاس، شنو هو؟ طيب، قانون الانعكاس هو بالضبط هو كل شيء في الخارج هو انعكاس دقيق ويعني بشكل لا يقبل الخطأ لما في الداخل، لأنه هذا القانون هو يخليك تستدل على المشاكل الموجودة عندك في الداخل من خلال أن تشوف شنو اللي قاعد يحصل برا، شنو المواقف اللي قاعد تمر بيها، شنو الأشخاص اللي حولك. فبهاي الطريقة أنت راح تستدل بدقة على ما في الداخل، كل المشاعر اللي أنت عندك، كل الأفكار اللي أنت عندك لابد راح يصير فيها إسقاطات من الداخل نحو الخارج. فهذا هو القانون باختصار، يعني اللي واقعين فيه إحنا اليوم من أي مشكلة من أي شيء، هو كأن الكون يقول لك راح تحمل مسؤولية كاملة باللي أنت فيه واللي أنت عليه. فهو قانون فقط يحملك المسؤولية ويخليك حتى تخلق واقعك بالطريقة اللي أنت لازم تخلقها بمشيئتك أنت. فهذا القانون ببساطة وباختصار. نعم. طيب، هل هذا القانون أنواع معينة؟ شلون ممكن إحنا نستخدمه من منظور الروحي مثل ما يقولون؟ ممكن تشرح لنا أكثر عن هذا الموضوع؟ هو قانون، هو الكون مبني على قوانين كثيرة مثل ما ذكرت في يعني في حلقة سابقة، إنه كل شيء هو مرتب في طريقة حياتنا نعيشها يعني. نعم. كل شيء يمشي بطريقة معينة بسيستم معين احنا فقط لازم ننسجم فيه. فأحد هاي القوانين يعني ممكن نسميها قوانين، مرات أنا ما أحب أخليها قوانين حتى لا أخليها في مكان نطاق معين، بس حتى يسهل فهم للناس، هو فقط يعني يعلمك هذا القانون حتى أنه أنت تخلق حياتك وواقعك بشكل جيد. هذا هو أهمية وجود هذا القانون بالحياة. وما في أكثر من نوع، ولكن هو قانون واحد، هو يعتبر من القوانين الحاكمة يسمى بالكون، يعني هو مسيطر على كل شيء بحياتك. فكل شيء فيه انت بالضبط راح ينعكس على الخارج فيحدث تغيير خارجي. فاني حتى اغير واقع معين، حتى اغير حياتي من برا، لازم ارجع اركز على الداخل واشوف شنو المشاكل اللي عندي، شنو نقاط الضعف اللي عندي، ليش تطلع هاي المشاكل برا، ليش قد تطلع هذا دول الاشخاص ممكن مزعجين سلبيين. هواي ناس مثلا يطلقون مصطلح انه انا اليوم مرتبط بشخص نرجسي، دائما بهاي السؤال اللي يسألني شخص لماذا أنا بحياتي شخص نرجسي، أنا أترك الشخص النرجسي وأقول له أنت السبب، أنت صاحب المشكلة مو هو، هو ظهوره بحياتك بسببك أنت، لأنه هاي القانون جالس يخلي مسؤولية كاملة على الإنسان، يقول له أنت السبب بكل شيء يحدث بحياتك، لأنه رب العالمين يريد يمرننا على عملية الخلق حتى نخلق إحنا الواقع و نركب ورتب كل شيء احنا بالطريقه الانسب كذلك لنا. بس اكيد اكو راح يكون يعني دعم من الكون من الله بشكل حتى يخليك تخلق انت مسارك الخاص وتطورك الخاص. فهذا القانون هو فقط لاجل ان تحمل مسؤوليه، اذا ما تحملت مسؤوليه راح دائما تقع في دور الضحيه، وهنا القوانين راح تشتغل عكسك وراح تخليك دائما في حاله من الالم والمعاناه. هذا اللي قاعد يصير بالحياه صراحه، يعني كل الناس اللي يشوفهم يدخلون في مشاكل وصراعات في هذه الحياة وما يعرفون شو الأسباب ويعتقدون الحياة ضدهم، وبعض الناس حتى بعض الفلاسفة يسمون حياة عبثية، وبعضهم أطلقوا على الحياة أنه هي مثلا حياة بها البؤس أكثر. هذه كلها بالنسبة لي من نشوفها من زاوية روحية، ذول الفلاسفة رغم هم كبار جدا، ولكن بالنسبة لي اللي نقد لهم هم مو فاهمين القوانين، مو فاهمين الحياة كيف تمشي. فبالتالي أنه هي كلها عملية تدريب حتى أنت تتمسك زمام بالأمور، ولأن رب العالمين أعطاك أمانة وهي المشيئة، أنت تشاء فتحصل، كن أنت فيكون في الأرض وتكون على الأرض الواقع. ولكن هذه يراد لها مدة حتى تنشي على الأرض الواقع، يعني التغيير اللي يحصل لازم يصير في كثافة مستمرة وكثافة مشاعرية مستمرة، بعدها وبتكرار لمدة من الزمن يلا يتبلور على أرض الواقع. فالمشاعر هي الأساس أصلاً في عملية تكوين هذا القانون، وهذا قانون الانعكاس هو يشتغل بالمشاعر. احنا كائنات نعتمد على الذبذبات والترددات بشكل مستمر، والمشاعر هي المكان او هي اللي تخلي القانون هذا يشتغل. احنا كائنات دائما نبث وناخذ ترددات من الكون، دائما تواصلنا مع الكون بهذه الترددات. طيب، اني كشخص مثلا ما عندي معلومات هوايه عن هذا الموضوع او عن هذا القانون، شو ممكن اطبقه بحياتي؟ أول شيء لازم
أهتم بنفسي، أعتني بطاقتي، أهتم بمشاعري. المشاعر هي مثل ما ذكرت هي النقطة اللي من خلالها يتم الشغل. هذا القانون ما يشتغل إلا بالمشاعر، فلازم أول شيء أركز على مشاعري، أخلي دائما مشاعري في حالة توازن. ليش؟ لأن الكون هو في حالة حياد كامل، فقط إحنا بمشاعرنا وأفكارنا اللي نغير المفاهيم فننطي معنى للأشياء ومعنى للشيء اللي حوالينا، وهنا تبلش العملية هذه، عملية الخلق. فأول نقطة الإنسان يجب أن يهتم بنفسه، بطاقته، بمشاعره، ويكون في حالة توازن داخلي فيها، فيضبط نفسه، يتخلص من صدمات، لأن صدمات هي مكان بيئة تخربط الطاقة داخل الإنسان وتخليه يكون في حالة يعني سيئة، فتنعكس أنه أكثر على أرض الواقع. يعني اللي عنده صدمة، صدمة في الطفولة ولو كانت قلتها بشكل كبير، فيشعر مشاعر سلبية فتنعكس على أرض الواقع، فيدخلون ناس بحياتك يزيدون هاي العملية أكثر، ويصير جذب بالنوب، راح يدخل موضوع قانون الجذب ويدخل بقوانين أخرى وقوانين قانون التركيز وقانون كل هاي القوانين تبدي تشتغل عكس اللي أنت بيه، لأن أنت لازم تضبط مشاعرك. كل ما الإنسان اعتنى بمشاعره، اهتم بطاقته، كان في حالة توازن وانسجام، يبدي هو يختار الطاقة اللي يكون بيها، هنا تبدي القانون يشتغل وينعكس على أرض الواقع. فالأصدقاء يتغيرون، العلاقات تتغير، حتى الأشخاص المقربين إلي يبدون يتغيرون. نعم، إذن إحنا اليوم شلون نقدر نميز أو نحدد انعكاسنا الجيد من الغير جيد، والغير جيد شلون ممكن تحسينه إلى جيد؟ من خلال معرفة إنه اللي برا شلون اللي قاعد يأثر علي. أي استفزاز مثلا برا يدل على إنه أنا عندي مشكلة في شيء معين، يجب أن أرجع أضبط وأعد النظر مرة ومرتين وثلاثة داخل نفسي، فأترك دور الضحية وأقول أنا المشكلة، ومن ما إنه أنا المشكلة يعني معناته عندي الحل. فأستدل من المشاكل اللي حولي. مثلا أنا اليوم أنا أريد أصل لليفل مادي أعلى بحياتي، فإذا أشوف اللي حولي هل هم بمستوى مادي جيد، فإذا اللي حولي أغلبهم مستوى مادي غير جيد، فراح أبدي أنتبه إنه معناته أنا عندي خلل منظوماتي الفكرية اللي خلت هذول المحيط اللي حولي هم بنفس الطاقة اللي أنا بيها، فلازم أرفع من داخلي أكثر حتى المحيط يتبدل، وهنا تحصل غربلة بالعلاقات. أنا دائما الناس يسألوني لماذا تحصل غربلة، ليش بعض الناس ينزعجون لما يطلعون ناس من حياتهم بشكل دائم، أو على غفلة يطلعون هواي ناس أو مجموعة من الناس أو أصدقاء مقربين، لأنه حقل الطاقة الإنسان يتغير باستمرار، وكل ما تطور وتغير يفقد الإنسان اللي حوله اللي ما مناسبين وما متناغمين وياه. نعم. هنا يفقدهم ويطلعون. فهي العملية كلها نستدل من خلال برا شو المشكلات اللي نشوفها، أتحمل مسؤولية وأقول أنا ليش خلقت هذا الواقع. بهالطريقة فعليا بمرور الوقت راح يبدأ الإنسان يحترف عملية خلق واقع مختلف وعظيم بالنسبة له. بس هاي الأمور تحتاج الإنسان يدركها أكثر، يتعلم عنها أكثر، يبحث عنها أكثر حتى تصير أسهل فهمها. وممكن بعض الناس يجدون صعوبة بإدراك هاي التفاصيل، أو يحسها أن الموضوع لا، يعني دائما يريد أحلى له وأحسن له يعيش دور الضحية. دائما الناس مع الأسف أريح لهم يعيشون دور الضحية، ولكن حياة وراهم إلى أن يرجعون يتحملوا المسؤولية من جديد. نعم طبعا أستاذ حيدر، أنت إذا الذكرى كلش حلو، بس هذا الإنسان من يوصل لمراحل من فهم النفس كلش عالية يلا يقدر يتعامل بهذه الطريقة. الحياة مرات تجبرنا على التعامل مع بعض الأشخاص اللي ممكن يكونون مستواهم المادي مثلنا أو أقل من عندنا، يجوز ما يقدرون أن يتعرفون على الناس اللي مثلا خلينا نقول مستواهم المادي أعلى من عندهم حتى يقدرون يكتسبون من عندهم بعض الأمور. وكو هواي أمور بالحياة مرات تجبر الشخص على أن يظل بمكانه ويتعامل مع أشخاص سامين حواليه، هم ما يقدر يجوز أنه يغيرهم أو يتعامل وياهم بسبب مثلا العمل. هذا شلون ممكن يتعامل ويا الشخص؟ أنت حلو اللي ذكرته، بس مرات الحياة تجبرنا على أمور ما نقدر إحنا نتخلص من عندها مثلا. هنا النقطة، كلمة الحياة تجبر شيء، لا، الحياة تدربك. في فرق كبير. لو سلمناها بهذه الطريقة، نعم، هذا يعني أنه أنا المسؤول عن أنه ما أخلي الأطراف الآخرين واللي حولي هم يأثرون علي. ليش ذكرت نقطة أنه أنا عندي مشكلات بالوعي، أنا عندي أفكار معينة، أنا عندي ممكن أفكار أو أصنام يعني غير سليمة عن المال مثلا أو عن أشياء معينة، فتظهر على أرض الواقع حولي. هذا لا يعني أنه أنا بالعكس أتعامل مع كل الناس بحب، ولكن بالطريقة الأنسب حتى أتعامل فيه وياهم. الفكرة كلها حول أنه أنا لازم أفهم أنه أنا في حالة تدريب مستمر، أنا جاي أتعلم في هذه الحياة، أنه أضبط نفسي، أضبط مشاعري،
أضبط طاقتي قدر الإمكان. فالحياة ما تفرض علي، الحياة تدفعني حتى أضبط نفسي. فالناس شنو فاهمها بشكل عكسي، إنه أنا مجبور مجبور، أو مو مجبور، أنت مجبور تتعلم وتتطور، يعني مجبور تخوض هذا الباث، التجربة الروحية مثلا، أنت مجبور تتعلم عن نفسك أكثر، وإلا شو جالس تعمل هنا في هذه الأرض؟ يعني هذا اللي أدركناه كلنا في وقت ما كنا نمشي بهذا النسق، الحياة تجبرنا، الحياة تدخلنا، الواقع يحكي هيج. بس بعدين بعد ما تأملنا كثيرا بالحياة والعالم كيف يمشي، لا، أكو شيء مختلف، أكو مسار مختلف قاعد يصير فيه الكون يمشي، وهذا هو بلشت القوانين الناس تفهمها وتدركها وتتعلم عنها أكثر وتبدأ الغوص فيها، حتى تبدي تتعلم أنه لو حتى الناس السامين اللي حولي جالسين يعلموني ممكن أكون شخص قوي أوقفهم أتحدهم. هذا لا يعني أنه أنا فقط أكون شخص مسالم، لو نعم. شخص قوي نعم. وأكون أوقف عند حد، ولكن أنا في داخلي لا أستفز، لأن الاستفزاز قاعدة هذه، أي شيء تستفز منه أياً كان، سياسة، رياضة، صحيح. أي شيء هذا يدل على أكو مشكلة في الداخل، يجب حلها ويجب أن الإنسان يعتني بيها ويشيلها ويزيلها من حياته. نعم تمام. طبعاً إحنا كلش نشكر وجودك. يعني. شكراً.